مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا في مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا، شوفوا الطريق شحال عامرة تزامنا مع وقت الذروة اللي كنظن أن دابا 5:15 ديال الدقائق. قلت لكم كتشاهدوا معنا الطريق شحال عامرة والاختناق المرور الكبير اللي كاين في هذا الأثناء. هاد الكلاكسون اللي شوارع العاصمة الاقتصادية كلهم بالكلاكسون، الطريق كاملة كلشي كيكلاكسوني. تشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الاختناق المروري الكبير اللي كاين في شوارع العاصمة الاقتصادية. هادشي هذا تزامنا مع وقت الذروة اللي الكل كيكون خارج من العمل ديالو ومتوجه للمنازل ديالو. شحال عامرة في كازا، شوارع العاصمة الاقتصادية عامرة تزامنا مع وقت الذروة. السائقين بطبيعة الحال كلشي كيكلاكسوني، كلشي طالع ليا الدم بسبب هاد اللومبوتياج اللي كيكون. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر، طريق شحال عامرة تزامنا مع وقت الذروة. يعني كاين شي شارع كدوز منه وما كتسمعش الصوت ديال الكلاكسون. مشاهدي متابعي قناة شوف تي في كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة ونتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر. السلام عليكم ورحمة الله.